ماما، لابتوب ساقار انتزع. طيب كيف انتزع؟ شو سويت فيه؟ صدقيني ما عملت فيه شي. شو يعني لحاله انتزع؟ أبوك تعب كتير للشراء وانت اجيت نزعته ببساطة؟ صدقيني يا أمي ما بعرف شو صار له. انت بتعرف قديش كلفه لأبوك؟ طبعا ما بيعني لك هالشي لأنك مو انت يلي تعبان بحقه. أبي رح يعيط علي كتير. وانت شو رأيك؟ أكيد رح يتضايق. رح أقول له إنه ما عاد يجيب لكم شي أبدا من اليوم ورايح. آسف، الهيئة مشكلة اللابتوب كبيرة وأنا ما فيني ساعدك. خالة مادفي عيطت على ساقر وزعلت منه كتير، وما كان في داعي لهالشي لأنه مو هو يلي نزعه. أنا لازم خبره لساقر بكل شي صار. ساقر، أنا بدي أقول لك شي بس أنت لا تعصب علي. روحي من وشي، ما بدي أسمع شي. اسمعني شوي، أنا بالحقيقة ليكي جانجا أنا أصلاً كثير متضايق، ما تعصبيني بزيادة. روحي. طيب أنا بس بدي إياك تسمعني. ساقر افتح الباب. ساقر، عم بترجاك تصلح لي اياه. خبرتي اهلك على التكلفه؟ لا ما فيني خبرهم لانه هذا اللابتوب لرفيقي ساقر، واذا عرف ابوه بالقصه وقتها رح يعيط عليه واكيد رح يزعل. بترجاك عم صلح لي اياه. حبيبتي انا ببلاش ما بصلحه. ايه انا بعرف هالشي بس انا ما معي مصاري هلا، وقال لك ان دفعت لك اياهم دغري، يعني كتير ضروري يتصلح اللابتوب. بترجاك عم صلح لي اياه. ما فيني صلحه ببلاش لأنه في قطع له لازم تتغير، وهي القطع بتكون غالية وأنا ما فيني أدفع من جيبتي. بعتذر منك، ما فيني ساعدك بهالشي. ما في حل، لازم تدفعي مصاري لحتى أقدر صلح لك إياه. مسكي لشوف. يا ربي شو أعمل؟ من وين بدي أجيب المبلغ يلي طلبه الزلمة؟ يعني أنا كان لازم مد إيدي على لابتوب ساقر. لو أني ما قربت عليه ما كان صار له شيء. ما الذي تقوله؟ ثمنها باهظ جداً، غير بالتأكيد معقول. أنه يغشنا. اهدأي إنه يخدعني. لا لا، هو لم يخدعك، أنا أعرفه جيداً. حسناً حسناً، لا سأجد لا الحل. أنا لا أصدقك وأنت متفق معه بي. على السعر. أنا هنا لأساعدك، سأتحدث معه. حسناً اذهب وتحدث. هيا تعالي. هيا اذهب. دعنا نرى. لو سمحت قديش بدك تحسب لنا هاي البسكليت؟ هدول أجانب لازم تراعيهم لحتى يضلوا يجوا. صدقني ما فيني راعيك أكتر من هيك. أنا بعرف إنه هالقطعة متعوبة عليها بس بدي إياك تراعينا. صح، يعني خلاص ما رح تراعينا؟ يا شو حلوة هالبسكليتة، أنت عملتها؟ ليش يا مدام؟ يعني أنا ليش بدي غشك؟ هي هيك سعرها 2000 روبية. عم يطلب غالي كتير. 2000 روبية؟ يريد ثمنها 2000. ماذا؟ لن أدفع له هذا المبلغ، لا يناسبني. حسناً إذن. لا إنه ما رأيك باهظ جداً. 1500؟ إذا كنت موافقة سأقنعه. نعم تكلم أوافق. معه إذن. هيا حسناً. ليك أخي، نحن وصلنا لحل، قرروا يدفعوا 1500 ماشي؟ بدهم ياخذوا 5 قطع رعيهم. طيب اتفقنا، بس ما بنزل عن 1500 روبية. وليك ليكون عندهم علم، بدهم يومين ليخلصوا. بس هي مشكلة جديدة، هن ما معهم كل هالوقت، لازم تخلصهم بكرة الظهر. سعر البسكليت 1500؟ لأنه بكرة بدهم يرجعوا على بلدهم، موعد طيارتهم بكرة بالليل، لهيك لازم يخلصوا بكرة. ايه بيخلصوا بكرة، انتو ما تاكلوا هم بنوب. مين انت وشو عرفك انه بيخلصوا بكرة؟ عم قلك انه فينا نخلص لهم ياهون، هن مو بدهم 5 بسكليتات؟ بكرة بيكونوا جاهزين. معناها هيك انحلت المشكلة، بس النوعية بدنا إياها ممتازة. ايه رح ساويهم بشكل كتير منيح، وصدقني بكرة بتشوف بعينك انه الكل رح يحبهم. يا أخي
انت ليش عم تسمع لهالبنت هاي؟ لا ترد عليها، مستحيل يخلصوا قبل يومين، لانه الشغيل اللي بيشتغل عندي اخذ اجازه وانا ما فيني اشتغلهم بيوم واحد لحالي. ماذا يحدث؟ لا تنطقي. انت ما بتعرفي بهذا الشغل شيئاً. بنوب فهمتي؟ ما بتعرفي البسكليت الوحده قديش بدها شغل. انت شو مفكره شغل البسكليت شغل صعب كتير؟ بعرف عمو انه ما في شيء سهل ابدا، بس طالما عندك مهاره ما بضل في شيء مستحيل. انا بعرف شو اللي عم اقول لك اياه. اهم شيء بشغل الخشب انك تعرف شو نوع الخشب يلي بدك تستخدمه لتعمل البسكليت. انا اشتغلت بهي القصه وبعرف شو اللي عم احكي. لا ترفض طلبهم وقلهم انه يرجعوا بكره، وانت لا تاكل هم، انا هون ورح ساعدك فيهم كمان. روحوا ورجعوا بكره خذوهم ورح تلاقوا الخمس بسكليتات جاهزين. هي ماذا تقول؟ تقول انها سوف تصنعه. حقا؟ اجل انا لا اصدق. ما اروعك كم انها لطيفه. ما اجملك يا صغيرتي. حسنا دعونا نراك نذهب. لاحقا الى اللقاء. حسنا دعونا نذهب. ساعرفكم على معالم سياحيه اخرى. هي كيف بتعملي فيني هيك وعطيتيهن موعد كمان؟ يعني كيف بدنا نلحق؟ عمو ليش خايف؟ فينا نلحق نعملهم كلهم. انا رح اعملهم. أبي كان عطولي اللي إنه أهم شيء إنه يكون الزبون رضيان، ونحن ما لازم نرفض له طلبه أبداً. أنا بخلص لك إياهم كلهم، بس بالمقابل بدي عليهم مصاري. شو عم تقولي أنتِ؟ ليش بالأول بتعرفي تشتغلي؟ إيه بعرف، أبي علمني كيف أعمل بسكليت. عن جد؟ طيب كيف بدي صدق؟ خود شوف شو قدرت أعمل لك. حلو. وثقت فيني هلا؟ رح أشتغل بمحلك أنت. شو رأيك أشتغل عندك وساعدك بالبسكليتات؟ لا أنا ما فيني خليك تشتغلي هون بالمحل. عم أفكر بالقصة، يعني صح أنا رح أخذ أجرتي منك، بس لا تنسى أنه محلك هاد رح ينشهر كمان، وهدول الزبونتين بس يرجعوا على بلدهم رح يخبروا الكل هونيك عن محلك، ورح تصير مشهور بين السياح ويجوا لعندك دائما. فكر عمو، فكر بالأرباح اللي رح تطلعها. بس إذا ما بدك هالأرباح مو مشكلة، على راحتك، بروح بالشغل عند غير محل. أنا رايحة.